مرة كمان برحب بحضراتكم، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية، ومعانا خبر إنه تم نشر معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وده بخصوص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية. ولمزيد من التوضيح إحنا معانا عبر الهاتف الأستاذ طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية. صباح الخير يا أستاذ طلعت. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معانا. بدايه يعني خلينا نعرف من حضرتك، من الملزم بسداد ضريبه التصرفات العقاريه في البدايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نوضح الاول للساده المشاهدين يعني ايه ضريبه تصرفات عقاريه. اتفضل. دي ضريبه بتستحق على الممول، وفي حاله التصرفات العقاريه الممول هنا بيبقى البائع عند بيع وحده سكنيه او وحده اداريه او ارض بناء خارج قريه. عند البيع بتستحق عليه ضريبة اسمها ضريبة التصرفات العقارية. سعر الضريبة دي 2.5% من قيمة التصرف، ويلتزم بائع العقار في هذه الحالة باختيار المقبورية وسداد الضريبة خلال 30 يوم. تمام. الملتزم بسداد هذه الضريبة هو البائع، لأن هو اللي حقق الإيراد. البائع فقط. البائع هو الملتزم بسداد هذه الضريبة لأن هو اللي حقق الإيراد، أما المشتري فليس عليه أي التزامات. تمام. طيب هل بتختلف يعني قيمة الضريبة حسب تاريخ العقد؟ ما هو ده بقى حضرتك التعديل اللي هو وافق عليه مجلس الوزراء ويناقش حاليا أمام مجلس النواب، اللي هو احنا بدأنا التصرفات أو عقود البيع اللي هي قبل 19/5/2013 بدأنا نستبدل ضريبة 2.5% اللي أنا أشرت إليها دي بضريبة مقطوعة. هذه الضريبة بتتحدد حسب قيمة عقد البيع. بتبدأ هذه الضريبة المقطوعة ب 1500 جنيه بالنسبة لعقود البيع اللي قيمتها أقل من 250 ألف جنيه أو حتى 250 ألف جنيه. بتزداد ل 2500 جنيه بالنسبة لعقود البيع اللي قيمتها بين 250 ألف جنيه ونص مليون. تزداد إلى 3000 جنيه بالنسبة لعقود البيع اللي قيمتها بين نص مليون ومليون، وتصل في حدها الأقصى إلى 4000 جنيه لعقود البيع اللي هي فوق المليون جنيه. طيب. عايزين نأكد بس أن هذه الضريبة المقطوعة لا تطبق إلا على عقود البيع التصرفات اللي تمت قبل 19/5/2013. طب خلينا نعرف من حضرتك كمان يا استاذ طلعت بشكل تفصيلي، يعني ايه ضريبه مقطوعه؟ ضريبه مقطوعه يعني مبلغ ثابت زي ما كنت بقول لحضرتك كده. نعم. يعني يدفع 1500 او 2000 للاكثر من 250 للاقل من 250 ألف بالشرايح اللي انا اشرت اليه. مبلغ ضريبه مقطوعه يعني مبلغ ثابت. يعني خلينا طيب نعرف من حضرتك، ما هي قيمة الضريبة التصرفات العقارية بالنسبة للعقود التي بعد 19/5/2013؟ ضريبة التصرفات العقارية بالنسبة لعقود البيع اللي تمت من 19/5/2013 وما بعدها هي 2.5% من قيمة عقد البيع. بمعنى أننا لو بعت عقار بمليون جنيه، لما نيجي نحسب ضريبة التصرفات العقارية نقول قيمة البيع مليون جنيه في سعر الضريبة 2.5% يعني 25 ألف جنيه، هي دي اللي ضريبة اللي بنسميها ضريبة التصرفات العقارية. احنا المشروع بقانون اتوافق عليه خلاص من مجلس الوزراء. اتوافق عليه من مجلس الوزراء، وهو حاليا بيناقش امام مجلس النواب. نعم. هدف المشروع ده يعني المشروع ده لما وافق عليه مجلس الوزراء كان ليه هدف. الهدف ان انا عايز اسهل على كل شخص بيمتلك عقار انه نسهل له اجراءات تسجيل هذا العقار في الشهر العقاري. نعم. خاطر نحافظ على الملكيه العقاريه للاشخاص ونقلل الملكيه العقاريه في مصر. نعم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. بشكرك استاذ طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحه الضرائب بوزاره الماليه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.